بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في البداية أقول إن زيارة القبور مستحبة سواء في الأحاديث المروية من طرق الشيعة أو من طرق أهل السنة، كما جاء في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: عليكم بزيارة القبور فإنها تذكركم بالآخرة. وقد قام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بزيارة القبور، فقد زار البقيع وشهداء أحد في موضع أحد عند جبل أحد. وبصورة عامة زيارة قبور المؤمنين مستحبة، وفي بعض الروايات جاء عن زيارة القبور، طبعا يتعلق بقبور الكفار في زمن كان آباء البعض قد ماتوا على الكفر أو كانوا منافقين، كما جاء في القرآن الكريم: فلا تقم على قبره ولا تصلي عليه، لا تقف على قبره ولا تصلي عليه. وهذا لا علاقة له بقبور المؤمنين. طبعا تعظيم الكفار حرام وغير صحيح، وخاصة وقد مات على الكفر، ولا فرق إن كان حيا أو ميتا. ولكن بالنسبة للمؤمن فزيارة القبور مستحبة. ينقل صاحب كتاب التاج الجامع الذي يضم روايات أهل السنة من الصحاح الستة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وآله، أي أذن الله لمحمد بزيارة قبر أمه. من الواضح أنه مستحب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليزور قبر أمه التي هي ولية من أولياء الله، وفي حضنها تربى رسول الله صلى الله عليه وآله. تعظيم أولياء الله مهم من جهات مختلفة، أحدها تقديرهم لخدماتهم وتجليل زحماتهم، والثاني كونهم قدوة للأجيال. انظروا كم هو تجليل القرآن الكريم للأنبياء، حتى بالنسبة للمسجد الحرام يقول: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. في المسجد الحرام توجد آيات واضحات لله، لماذا هناك مقام إبراهيم؟ أو يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في المكان الذي صلى فيه إبراهيم عليه السلام يأمرنا الله أن نصلي في ذلك الموضع المقدس ونجعل منه مسجدا. هذا تعظيم لإبراهيم عليه السلام. طبعا الصلاة لله، ولا يجوز أن يكون شيء منها لأحد غير الله سبحانه، ولكن الصلاة في ذلك المكان المقدس وصى بها القرآن. يقول الله: وبعد آلاف السنين لا تنسوا أن تتخذوا من المكان الذي صلى فيه إبراهيم مصلى. ولی نماز در این جایگاه مقدس توصیه شده است. استراحت قرآنه. تريدون أن تصلوا، فقفوا في الموضع الذي صلى فيه إبراهيم. لماذا؟ ماذا يريد أن يخبرنا؟ أو بالنسبة لأصحاب الكهف، عندما عرف المؤمنون بعد فترة أنهم مجاهدون أحرار قارع الكفر، قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا، لنبني مسجدا عند قبرهم. هذه كلها تدل على أنه من المناسب أن تكون هناك أماكن عبادة عند قبور الأئمة الأطهار أولياء الله، يعبد فيها الله وحده لا شريك له، ولكنه موضع طاهر، موضع نوراني، فهنا دفن أحد أولياء الله. كما قلت، ليس هناك أوضح من صريح العبارة بقوله تعالى: اجعلوا من موضع أقدام إبراهيم موضعا لعبادتكم ولا تنسوا ذلك.
وهذا هو القبر الطاهر للإمام الرضا عليه السلام ولي الله، الذي عاش حياة ملؤها المعنوية والعبودية لله تعالى. فنحن إلى جواره نعبد الله ونتخذه شفيعا لنا عند الله، نقول له: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. الله هو الأصل، فالتوسل يكمن التوحيد. التوسل يعني جعله وسيلة، جعله الوسيلة إلى من؟ جعله الوسيلة إلى الله، يعني أن المقصود هو الله. الروضة الرضوية في المجال الاقتصادي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لسرخس الخاصة، وخطت خطوة مؤثرة في النشاط الاقتصادي الفعال في بلدان آسيا الوسطى، لأن مدينة سرخس ومنطقتها الاقتصادية الخاصة التي أنشأتها الروضة المقدسة تقع على حدود تركمانستان. ولهذه المزايا الاستراتيجية والجغرافية والاجتماعية مستقبل مشرق وضاء جدير بعناية الروضة الرضوية. ومن الطبيعي في مسيرة هذا التطور الاقتصادي العظيم أن تعد رعيلا من أولئك الطيبين الذين ينفعون الناس باختصاصهم في المهن المختلفة، جذبا للأيدي المبدعة وتطويرا للوقف والتوسعة وإنماء لاقتصاد البلاد، مع أن العتبة المقدسة ليس من واجبها أن تفعل ذلك، ولكنها تؤديه إيمانا بمبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام القاضي بمساعدة المسلم لأخيه المسلم. ولا ريب في أن التدريب المهني وتشغيل المتدربين له فوائد جليلة جميلة للمحافظة والبلاد كلها، وقد وفر التنظيم الاقتصادي أرباحا طائلة باستثماراته الواسعة، ونفع مؤسسات رسمية وأهلية، وسد حاجات وحل معضلات لكثير من الناس، ودعم الثقافة التي هي واجب الروضة الرضوية المقدسة الأساسي. فترويج الثقافة الإسلامية وسيرة الإمام الرضا عليه السلام والأئمة المعصومين من آبائه وأبنائه سلام الله عليهم هي الواجب الأساسي. والروضة الرضوية المقدسة إضافة لاستثماراتها العملاقة التي
وصفتها لكم ترحب بحضور المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار المشترك معها في مدينة مشهد، وقد حصل هذا كثيرا. فالمسلمون ولا سيما الشيعة الذين يأتون من البلدان المتاخمة لنا يرغبون في مشاركتنا، وتمت أعمال خاصة في هذا المضمار، ونحن نعلن من هنا أننا نستقبل هؤلاء المستثمرين الأعزاء في أحسن مكان وآمن. وهو المشاريع العملاقية الجارية في مرافق الحياة المعطاء في هذه المحافظة، ونحن مستعدون لقبول هذه الأطروحات في الفعاليات النفطية والغازية أيضا. فقد أسسنا شركة كبيرة للنفط والغاز في منطقة سرخس الخاصة والأماكن الأخرى، وهي تمارس نشاطها على وفق خطط مرسومة لها من قبل. لنغمة قدسية ترتل القرآن، فيها شعور نابض بالدفء والحنان. تلك أحباؤنا نغمة صوت الإمام الرضا عليه السلام وهو يتلو القرآن، وقد عرف من أخلاقه صلوات الله عليه وآله كثرة تلاوته للقرآن الكريم. في هذه الفقرة من برنامج مشهد الرضا نقرأ لكم رواية أخرى من روايات أخلاقه المحمدية، أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الخلق العظيم. روي أن رجلا جاء إلى الإمام عليه السلام وقد نفذت نفقته بعد الحج، فقال له: إن رأيت أن تهيئني إلى بلدي، يطلب نفقة تعينه إلى على العودة إلى موطنه، فإذا بلغت بلدي تصدقت عنك بمقدار ما أعطيتني. الرجل لم يكن من المستعطين الحرفيين كما يقولون، وإنما قطع به السبيل. تقول الرواية: فدخل عليه السلام الحجرة وبقي هناك بعض الوقت، ثم أخرج يده من أعلى الباب وأعطاه 200 دينار، هذا المبلغ كان يزيد على نفقته، ثم قال له: استعن بها في أمورك ونفقتك وبارك الله لك فيها، ولا تتصدق بها عني، هي هدية منه عليه السلام. تقول الرواية: فلما خرج الرجل سأل الإمام بعض أصحابه عن سبب إعطائه المال من وراء الباب، لماذا لم ينظر إليه؟ أجاب عليه السلام: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه بقضاء حاجته. هذه هي أخلاق أئمة العترة المحمدية الطاهرة، أخلاق من يحفظ كرامة المحتاجين ولا يسمح بإهدار ماء وجوههم. تابعوا أحبائنا مشكورين فقرات برنامج مشهد الرضا من جوار مشهده المبارك وهذه الروضة القدسية، كونوا معنا. لكننا مذنبون، فكيف نخاطب الله وقد لوثنا ألسنتنا بالغيبة مرارا وأعيننا بالذنوب؟ فنقول: يا ابن رسول الله، أنت طاهر، أنت معصوم، أنت قدوة البشرية على مدى التاريخ، أطلب أنت من الله. فنحن نستحي من الله، نخجل منه، كما فعل أولاد يعقوب بعد ارتكابهم لذلك الذنب الكبير. كانوا خجلين يستحون من الله، يقولون: بأي وجه نواجه الله؟ جاءوا أباهم وقالوا له: استغفر لنا، أي استغفر بدلا عنا، أطلب أنت من الله.
ويعقوب الذي كان نبيا من أنبياء الله وعمله حجة على الناس أجابهم: سوف أستغفر لكم ربي، ووعدهم بالاستغفار. بل حتى في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان رائجا، وكان أمرا نص عليه القرآن الكريم أن يأتي الناس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويقولون له: استغفر لنا يا رسول الله، يعني يا نبي الله اطلب لنا المغفرة من الله. طبعا من الله، بل حتى أن الله أنب المنافقين بقوله: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون عنه وهم مستكبرون. عندما قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا ليستغفر النبي بدلا عنكم، أشاحوا برؤوسهم تعبيرا عن الغرور ورفضوا قائلين: نحن نعلم كيف نستغفر. هؤلاء لم يقبلوا أن يتواضعوا للنبي، فذم الله فعلهم. النبي سواء كان حيا أو ميتا فهو عند الله حي. عندما يكون الشهيد حيا، أفلا يكون النبي الذي هو أعلى بآلاف المراتب من الشهيد حيا؟ النبي الأكرم حي، وأولياء الله أحياء، ونحن نطلب منهم أن يسألوا الله ليغفر لنا. نزور ولي الله هذا المذكر بنبيه ونطلب منه ذلك، فهل هذا شرك؟ بل هو عين التوحيد. قلت لكم التوسل طريق إلى التوحيد، المقصود هو الله. حتى ولي الله هذا هو فقير إلى الله، الكل فقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نبيكم أيضا فقير، وجبرائيل أيضا فقير، الجميع فقراء إلى الله، ولكن النبي وجيه عند الله ونحن نطلب منه. لذا نرى في أحاديثنا تأكيدا على الزيارات، طبعا الزيارات بآدابها وشروطها، ومنها زيارة الإمام الرضا عليه السلام. نجد هذه الأحاديث في وسائل الشيعة، وهناك أحاديث كثيرة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: أمسكه من يده وأدخله الجنة، طبعا بشرط أن يلتزم الإنسان بشروط الزيارة، أن يكون مطيعا ليستغفر الإمام لذنوبه، أن لا ينقض الإنسان زيارته، ولكونه متبعا للأئمة ينال الإنسان السعادة الأخروية ويدخل الجنة بشرط أن لا ينقضها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا أن نزور أولياءه زيارة صحيحة. وفي رواية عن موسى بن جعفر عليهما السلام: وضع قيدان للزيارة، أحدهما أن يكون الزائر على معرفة بالإمام، والآخر أن يكون مطيعا له. يقول عليه السلام: له ثواب شهداء بدر، هذا بديهي خاصة في ذلك الوقت. فمن الناحية السياسية يعتبر خروجه عليه السلام من المدينة ودخوله طوس وقطع المسافات البعيدة والمشكلات التي واجهته ومؤامرات السياسيين في ذلك الوقت ضده، كلها كان جهادا على طريق التشيع الصحيح. المجيء إلى هنا إذا كان الإنسان مطيعا للإمام عاملا بأوامره فله أجر شهيد كما جاء في الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العمل بزيارات صحيحة بشروطها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.